مفيش شك انه اي حد في الدنيا بيشجع نادي او بيحب نادي او بينتمي لنادي بتبقى جواه دايما او اللي بيحركه دايما الجزئيه الخاصه بالصراع، بالمنافسه، بالرغبه في تحقيق الفوز، بالرغبه دايما في تحقيق المركز الاول. ومفيش نادي على وجه الكوكب قدر يعمل ده زي النادي الاهلي غير بس ريال مدريد. حاله السعاده المرتبطه بتحقيق الانجازات وبتحقيق البطولات دايما تلاقيها مرتبطه بجماهير النادي الاهلي، وعشان توصل للمرحله دي تعتمد بالتاكيد على مواهب كتير جدا، مش بس في الملعب لا كمان بره الملعب، مواهب وقدرات ورؤيه وحاجات كتيره جدا عشان توصلك لتحقيق البطولات. وفي الفريق نفسه محتاج لعناصر مختلفه، كل واحده منها بتتميز بشكل او باخر، محتاج القوه والصلابه، محتاج السرعه واللياقه، محتاج التكتيك، محتاج الانضباط، محتاج الروح، وبالتاكيد مفيش خلاف على انك محتاج المهاره. احنا الحقيقه فكرنا في الحته دي وشفنا انه على مدار اجيال كتيره جدا قدمت للنادي الاهلي بطولات وانجازات كان عندنا حريفه كتيره جدا. والحرفنه قصه تانية خالص بالنسبه للاعيبه الكوره، الناس اللي بتعشق كوره، الناس اللي بتتنفس كوره. المتعه مش بتبقى بس مرتبطه بالانجازات وبالبطولات وباحراز الاهداف، صحيح كل دي حاجات اساسيه بتكون مصدر من مصادر الفرحه والمتعه عند جماهير الكوره، لكن كمان المتعه انك تشوف الحريف وسط الملعب وهو بيمتعك بكل لقطه، بكل حركه، بكل لمسه، تتمنى ان الكره دايما توصل له عشان تتفرج عليه هيعمل بيها ايه. الحريف هو اللي بيطمنك وبيحسسك انه عنده القدره في اي لحظه من لحظات المباراه انه يغير في شكلها او انه يعكس في نتيجتها او انه الجمهور يهتف باسمه في المدرجات عشان ينزل الملعب ويغير مجرى المباراه. الحقيقه يمكن حريفه كتيره جدا جم في النادي الاهلي في اجيال طبعا مختلفه، ما شفناهمش كلهم لان بنتكلم على تاريخ طويل 114 سنه، وللاسف شديد جدا يمكن في اجيال اتظلمت لانه التلفزيون والفيديو ما كانش موجود على ايامهم، لكن ما عندناش شك ان في النادي الاهلي اساطير كتيره جدا، لكن من اللي شافتهم عينينا اخترنا لحضراتكم حريفه كتير هيكونوا موجودين مع حضراتكم كل يوم سبت في السادسه. نتعرف عليهم ونستمتع بيهم ونقدمهم لاجيال بتشجع كوره يمكن ما شافتهمش او ما استمتعتش بيهم. السادسه بيقدم لحضراتكم كل يوم سبت الحريف. حالة حب فريدة بتجمع بين جماهير النادي الأهلي وبين أول حريف معانا النهاردة. تقدر تقول كده إن القصة مش قصة حب، القصة قصة عشق بجنون. ودايما الحقيقة يمكن لما بتيجي تختار لعيب حريف بتلاقي إنه حتة المهارة بتكون معاها نواقص تانية موجودة عنده، يعني مش كل الحريفة في العالم ممكن يكونوا متكاملين من جميع المواصفات. ممكن لعيب حريف بس ما تلاقيش عنده اللياقة البدنية القوية، ممكن لعيب حريف بس ما تلاقيش عنده السرعة، ممكن لعيب حريف لكن تلاقي جسمه صغير ما عندوش القوة والصلابة والقدرة على الـ يعني انه يتصدى للعنف بتاع المنافس. لكن الحريف اللي معانا النهاردة الحقيقة تقدر تقول كده انه كامل الأوصاف، أسطورة من أساطير الكرة مش بس الأهلوية لكن الكرة المصرية. النهارده هنقدم لحضراتكم كابتن محمود الخطيب، واحد من احرف واذكى لاعبي كره القدم اللي شافتهم اي عين. خلينا بس قبل ما نشوف ونستمتع بلقطات محمود الخطيب جوه الملعب نشوف مشوار محمود الخطيب وارقامه وانجازاته اللي حققها مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. يا لو ماشي للخطيب.
الخطيب، والخطيب يرقص وراجع جديد ويجيب جول. يا جول 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 يا سلام. الخطيب نجم مصر ونجم هجوم النادي الاهلي. ده طبعا اللقطة اللي يمكن كتير من جماهير الكرة بكت فيها، اللحظة اللي ودع فيها كابتن محمود الخطيب الملاعب. كانت لحظة صعبة جدا، ويمكن أكتر لحظة اتألمت فيها جماهير الكرة الأهلوية من لحظات وداع لاعب، كانت لحظة طبعا وداع كابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب قصة وحكاية ورواية. محمود الخطيب الحقيقة لاعب ما تعرفش ملكاته ممكن توصل لغاية فين. عنده قدرة غير طبيعية على التسجيل والتهديف. هو طبعا أفضل لاعب في أفريقيا 83، وأول لاعب مصري تم اختياره كأفضل لاعب في أفريقيا سنة 83. تم اختياره كمان كواحد من أساطير اللعبة من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. وبالتأكيد إنجازات الخطيب كاسم مش بس في الملاعب، لكن مشوار نجاحاته مع النادي الأهلي استمر لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها طبعا، والنادي الأهلي تحت قيادته ورئاسته في المرحلة الحالية. قدرته على التهديف حدث ولا حرج، راجل عنده القدرة على التوقع والتمركز، عنده القدرة على ان هو يسجل اهداف بدماغه وبرجليه الاثنين، ورجليه الاثنين دي لوحدها قصة وحكاية ورواية هاجلها وحضراتكم بتتابعوا. ملاحظة غريبة جدا طبعا، دي مجموعة من الاهداف اللي سجلها محمود الخطيب براسه، والحقيقة يمكن مع طول القامة قدر يستخدم الحتة دي او يوظف الحتة دي بشكل كبير، لانه دايما اللعيبه الحريفه اللعيبه المهاريه اللعيبه اللي بتحط الكره على الارض بيبقى صعب شويه انها تجيد العاب الهوا، لكن الخطيب كان واحد من اللعيبه اللي تالقوا بشكل كبير جدا. كان عنده القدره كمان على الاستقبال والتفكير في جزء من الثانيه، والتفكير في وسرعه اتخاذ القرار. لكن وانتم بتتفرجوا على اجوال محمود الخطيب ملاحظه غريبه جدا، جزء كبير جدا، واحنا ما عندناش طبعا كل الاجوان، بس جزء كبير جدا من اهداف محمود الخطيب كان حراس المرمى بيكتفوا بالمشاهدة. كان حراس المرمى ما بيفكروش ان هم حتى يعملوا المتابعة. جزء كبير جدا كان يعني احساسي الشخصي وانتوا بتشوفوا بعض الاهداف، انه بعض الاوقات انه حارس المرمى نفسه كان بيبقى مستمتع باللمسة الاخيرة بتاعت محمود الخطيب وهي داخلة في المرمى. مشوار طبعا ولا اروع مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، قدر يحط فيه 37 هدف مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه ليصبح الهداف الاول للبطولات الافريقيه. طبعا دي مجموعه من اجمل اهداف كابتن محمود الخطيب اللي احنا جمعناها لحضراتكم. هتلاقي تصويب من داخل المنطقه، تصويب من خارج المنطقه. اكتر حاجات كمان في محمود الخطيب تعجبك انه افضل اللعيبه اللي كانوا معروفين ان هم اصحاب قدم قويه، يعني لعيبه بتطلع قذائف من رجلها توصل للمرمى، كانوا بيعتمدوا في ده بشكل مباشر على الكرات الثابته. لكن كابتن خطيب لا، من الصعب انك انت تلاقي لمحمود الخطيب اهداف كتير من كور ثابته. صحيح كان عنده الملكه، لكن الحقيقه اجمل اهداف الخطيب من مسافات بعيده كانت دايما بكور فيرست تايم. كوره بيستقبلها الخطيب من اللحظه الاولى اللي الكره بتطلع من المنافس، بيكون هو يبدو كانه واخد القرار عشان يخلص الكوره. وهنا انا محتاج شويه اتكلم على رجل الشمال بالنسبه لكابتن خطيب. انا في جونين كنت صغير، بس الجونين دول عمري ابدا ما نسيتهم، الماتشين دول عمري ما نسيتهم بسبب اهداف كابتن محمود الخطيب فيهم. ده واحد منهم اعتقد هو ده بتاع اشانتي كوتوكو في بطولة افريقيا، واحد من اجمل الاهداف اللي ممكن ومن اصعب الاهداف اللي ممكن لاعب ايمن بيلعب برجله اليمين يسجلها برجله الشمال. ده لاعب اشول، يعني القدرة على انك انت تستقبل الكرة من المسافة دي وتاخد القرار وتفنش بالشكل اللي فنشه فيها كابتن محمود الخطيب، بيقول انه عنده القدرة على انه يلعب برجليه الاثنين بنفس الدرجة وبنفس الكفاءة. الجون اللي يمكن مشابه ويمكن في حلاوته
يكون اروع هنشوفه كمان شويه كان في مستقبل المرسى التونسي. عمري ما نسيت المباراه وعمري ما نسيت جمال الهدف اللي احرزه كابتن محمود الخطيب. ناهيك طبعا عن انه في اهداف استثنائيه، يعني لما بنيجي نتكلم على بعض الاهداف اللي سجلها الخطيب في الملعب دي اهداف بصمه محمود الخطيب ما تشوفهاش بتتكرر. في نوع من انواع الترقيصات او المراوغات ممكن جدا انها تتقلد، ممكن جدا انه اي لعيب حريف في الملعب يعرف يرقص الترقيصه دي. كريستيانو رونالدو نفسه علم نفسه ازاي يرقص، هو ما كانش عنده الموهبه الفطريه اللي تسمح له بفكره المراوغه بالفطره زي كابتن خطيب، زي زين الدين زيدان، زي رونالدينيو، زي ليونيل ميسي، اللعيبه اللي بالفطره عندها القدره انها تراوغ الخصم. لكن محمود الخطيب ليه بعض المراوغات واللي منها تترجم لاهداف. احنا بنتكلم طبعا عن اهداف الخطيب مش اي اهداف، مفيش هدف شبه التاني، يعني مفيش هدف شبه التاني. طبعا دي بعض اللقطات المهاريه لكابتن محمود الخطيب اللي ما تسجلتش اهداف او يعني ما، لكن بتبين امكانيات التحكم في الكره لكابتن خطيب وقدرته على هو التشميسه دي. يعني الحقيقه ناس كتير قوي اتشمست مع كابتن خطيب. المباراه دي اعتقد رابيد فيينا، اعتقد منتخب مصر رابيد فيينا طبعا النمساوي. العاب الهواء، الكنترول على الكوره، القدره على المراوغه في جزء من الثانيه، كل ده الحقيقه ستايل كابتن خطيب. واخد قرار، يعني هو بيرقص الترقيصه وعارف هيفنش الترقيصه دي ازاي او هيعمل ايه الخطوه اللي بعد ما يرقص او يتخلص من اللاعب. متعه ما بعدها متعه، يمكن اجيال كتير اتحرمت من كابتن خطيب، وده جزء من اختيارنا للحريف في السادسه ان احنا نوري الاجيال حريفه النادي الاهلي كانوا بيعملوا ايه في الملعب. الشياطين الحمر زي ما كانوا بيسموهم، قدره على الامتاع وعلى المتعه وعلى المراوغه. الجون ده اكتر من او الكره دي ضاعت بس كانت مراوغه اكتر من رائعه وصل بيها لجوه الصندوق. في كمان عند الخطيب ميزه كانت وملكه مهمه جدا هتشوفوا منها لقطات معانا كمان شويه، هي الاسيستات. محمود الخطيب كان معاه في الملعب كده يعني خريطه يعرف يوصل اللعيب باسهل واسرع طريقه ممكنه. وفي بعض الاهداف اللي جابها النادي الاهلي باسيستات كابتن خطيب كان يبدو انه او يظهر لحضرتك انه الاسيست صناعه الهدف اجمل من الهدف نفسه. طبعا طبعا دي بعض الماتشات، اعتقد دي ماتشات الاولمبياد مع كابتن محمود الخطيب. ده واحد من ماتشات الاهلي والزمالك طبعا، كان كلاسيكو طبعا شهير جدا ومحترم جدا. والنجوم دول النجوم اللي في الجيل ده يعني اعتقد يعني قدموا لنا كم كبير جدا من المواهب والمهارات الحقيقه، سواء كان اهلي او كان زمالك كان يعني مهاره غابت. طبعا العنف ده كان جزء من الروتين اللي بيتعرض له كابتن محمود الخطيب في كل مباراه، واعتقد انه الاصابه كمان او الاصابات الكتيره جدا اللي اتعرض لها كابتن الخطيب في راسه وفي رجله كانت يعني ساهمت بشكل كبير جدا في انه مشواره في الملاعب ما يكونش مشوار طويل. ولكنه كان اعتقد 16 سنه، اعتقد 16 سنه من 72 ل 88 كان مشوار اكتر من رائع ومشوار اكتر من ممتع. انا مستني جون تونس، كنت بكلم حضراتكم طبعا استقبال اكتر من رائع، قدره زاويه صعبه جدا جدا جدا. كنت بقول لحضراتكم ان في بعض الاجوال اللي جابها كابتن خطيب وانتم بتتفرجوا واكيد مستمتعين، ازاي بيستقبل وازاي بيوقف وازاي بيباسي وازاي بيطلع ثرو باس في جماله وفي روعته احلى من الهدف نفسه اللي بيتم تسجيله. يعني الراجل الحقيقه كان في الملعب خليط كده من الـ من الـ من المتعه والجمال، حاجه كده تستمتع بيها وتستنى الكوره توصل امتى لكابتن خطيب وما تحبش الكوره ابدا تسيب. ده جون تونس، بص الاستقبال، بص الاستقبال، بص الاستقبال، مش اي حد، صعب جدا جدا جدا. جون ما شفتش منه غير نسخه واحده، نسخه كابتن بيبو، نسخه الاسطوره، الاستلام بكعب رجلك تاخد قرار والكوره جايه لك وراك. طبيعي جدا الكره لما بتيجي ورا اللعيب يا اما بيعمل عليها تراي انه يوقفها يا اما بيحاول يوقف نفسه شخصيا وياخد الخطوه عشان يرجع يستقبل ويستلم ويفكر بعد كده هيعمل ايه. في جزء من الثانيه كابتن خطيب، ده تصفيات كاس عالم مصر وتونس مباراه العوده، فعتوق الجون ده كان في عتوق الحقيقه حارس مرمى منتخب تونس. دي واحده من الكرات الثابته، وتقدر تقول كمان من كابتن خطيب انه لعيب كان سابق زمنه، كان سابق عصره. يعني انا بتهيالي انه كابتن خطيب، بص الكره دي لقطه من اللقطات اللي مثلا حراس المرمى بيتفرجوا على الكره وهي داخله، ما عندكش شك انه الخطيب لو كان بيلعب في عصر الساتلايت
والسوشيال ميديا، هذا اللاعب اعتقد كان يستحق انه يلعب في اعظم انديه العالم. وهو بالفعل يمكن تلقى عروض كتيره، بص السبعه، بص الاستلام والترقيصه والتصليحه، حاجه ولا امتع ولا اروع الحقيقه. دي واحدة من الرأسيات، بس أنا برضو أنا أعتقد دي مباراة بين نادي الأهلي وأعتقد أحد الفرق العربية أو الفرق الخليجية على وجه التحديد. المجري طبعا مصطفى عبدو واحد من أكتر اللعيبة اللي عملوا أهداف كرة أكتر من رائعة وفينش أكتر من رائع بكعب الرجل في السكس يارد، جون من أحلى الأهداف برضو اللي سجلها كابتن محمود الخطيب. وبالمناسبة أنا هسألكم من بوكي الأهداف، طبعا دي مش كل اهداف كابتن خطيب، ده مستقبل المرسى. ايه ده؟ ازاي يعني؟ يعني حد ينزل ترجمه كوره؟ عشان كده بقول لكم دايما رجل كابتن محمود الخطيب الشمال قصه وحكايه وروايه. خليني اقول لكم كمان ان احنا ده واحد من اهداف اعتقد الاهلي والمقاولين، دي كانت في مباراه في بطوله افريقيا على ما اعتقد مش في الدوري. المقاولين طبعا في الثمانينات كان فريق قوي جدا وكان محقق بطولة أفريقيا وكان بينافس الأهلي والزمالك وكان بيقدم لمنتخبات مصر الحقيقة أسماء كبيرة جدا. بمناسبة يمكن كوكتيل من مهارات كابتن محمود الخطيب اللي أتمنى كمان، أنا هدفي من الفقرة دي مش بس منه يعني إن احنا نقدم لحضراتكم الموهوبين والحريفة في النادي الأهلي، وإنكم تمتعوا عينيكم بعشر دقائق أو بربع ساعة كده من أمتع الحاجات اللي الناس بتستنى إنها تشوفها في الملاعب. وللأسف يمكن الحريفة قل وبقى عملة نادرة مش بس في مصر، في العالم كله النهاردة. فعشان كده فكرنا في ده أنا وتيم السادسة كله، إن احنا كمان نقدم للأجيال الجديدة أيقونات الحقيقة شرفت النادي الأهلي ومتعت جماهير النادي الأهلي على مدار سنين كتيرة جدا، ويشوفوا اللي ما شوفوهوش. ده اليوم طبعا بتهيالي كل الناس اللي حضرت في الملعب وكل الناس اللي اتفرجت عليه في التلفزيونات حست بلحظة وجع أو لحظة ألم ما يتهيأليش إن وداع أي لاعب في النادي الأهلي يضاهي نفس اللحظة دي. لحظة قرار كابتن محمود الخطيب بالاعتزال كان واحدة من أصعب اللحظات، مش بس عليه أنا مدرك ده تماما، لكن كمان على جماهير النادي الأهلي اللي حبته وعشقته لدرجة الجنون، ولغاية النهاردة تعتبر كابتن محمود الخطيب هو أسطورة النادي الأهلي. أتمنى أنه الحريف تكون عجبتكم، وأعتقد أنه بما أنه بدايتنا كانت كابتن محمود الخطيب اعتقد انه هيكون في اجماع عليها. اتمنى كمان انكم تتابعونا كل يوم سبت زي ما اتفقنا، كل واحد من حرفت النادي الاهلي اللي ابدعوا امتعوا جماهير النادي الاهلي في اجيال كتيره جدا هيكونوا حاضرين معانا هنا في الحريف.